السلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ طبعا الأجازة طولت ونسيبها تطول عادي خالص، وحاجة كده زي تسلية يعني بتاع نصاية في اليوم، ماشي، عشان الدنيا ما تتراكمش علينا وتبقى اوفر يعني. طيب ونكمل أجازتنا عادي، نشوف المحاضرة دي وبعدين نكمل أجازتنا عادي. طيب الاول كل سنه وانتم طيبين. في بقى عندنا في البقمه محاضرتين، ده اللي نزل الاسبوع اللي فات يعني، ماشي. معانا بس النهارده المحاضره الثانيه اللي هي بعنوان سودن كاردياك ديس، محاضره لطيفه صغيره جدا وهنخلصها بسرعه باذن الله، مش هنطول خالص. طيب توكلنا على الله. بيقولك ايه واتس، ثواني هحاول اكبر الشاشه كده، ايوه جميل جميل. What is sudden cardiac death؟ ايه هو sudden cardiac death ده اصلا؟ sudden cardiac death يعني الشخص مره واحده كده، ايه، مره واحده قلبه وقف اهو زي ما انتم شايفين كده، مره واحده قلبه ايه، مره واحده قلبه وقف، تمام. طيب هو بيقول لك ان هو medical condition. sudden cardiac death ده عباره عن medical condition where death occur due to unexpected cardiac arrest. unexpected يعني حاجه غير متوقعه، ما انا بقول اصلا sudden فبالتالي هو unexpected، يبقى هو حاجه بتحصل نتيجه sudden يعني مره كده، مره واحده كده قلبه وقف، تمام. sudden unexpected اللي هو unexpected cardiac arrest. بيقول لك ان هو بياخد الشباب، هتقولي لي ليه الشباب؟ لان برده من ضمن الريسك فاكتور بتاعته السايكو، تمام. فهو بيقول لك highly common among the adults في المد 30-40، جميل، او بيأفكت المن ضعفين الومن. ليه بقى؟ لان الومن عندها هرمونات بتحميها زي الاستروجين والحاجات دي كلها، بتحميها من الجلطات وكده، لكن المن اغلبيتهم بيدخنوا، اغلبيتهم بيشربوا الكحول والحاجات دي كلها، بتدخل في كورونا ارتريز، كورونا ارتري ديزيز يمنع البلاد سبلاي اللي رايح للقلب، فالقلب يقف، تمام. فهو في المن اكتر من الومن. قالك وومن هاف ناتشورال هرمونال بروتكشن اجينست الكارديوفاسكولار ديزيز بيفور ريتشنج الايه المنو بوز، بيكون عندهم هرمونات، والهرمونات دي ايه؟ والهرمونات دي بتحميهم. نقول تاني على السريع، قلنا ايه؟ قلنا ان هو ميديكال كونديشن بيحصل بسبب unexpected cardiac arrest، قلنا ان هو بيحصل في الشباب اهو، بيحصل في الشباب ليه؟ لان الشباب غالبا يعني الحوار ده اصلا يعني من ضمن الريسك فاكتور بتاعتنا سايكو، فهو غالبا سايكو. وقلنا ان هو ضعفين الومن، ضعفين المن، تمام. وليه؟ لان الومن عندها حاجات تحميها، الومن عندها حاجات تحميها، جميل. السادن كاردياك، السادن كاردياك، السادن كاردياك ديس، جميل. بيقول لك بقى السادن كاردياك ديس او السادن كاردياك ارست ده، بيقول لك ان السادن كاردياك ديس، بيقول لك السادن كاردياك ديس، ثانيه بس انا فوتت حاجه، لا خلاص. السادن كاردياك ديس او السادن كاردياك ارست ده unexpected death، احنا قلنا ان هو موت غير متوقع نتيجه ايه؟ نتيجه cardiac causes that occur in a short time period generally within one hour of symptom onset in a person with known or unknown cardiac disease. بالروح انا عندي سادن كاردياك ديس من توقف عضله القلب مره واحده، ده كده بنقول عليه ايه؟ لا اما بنقول عليه ديس، لا اما بنقول عليه ايه؟ لا اما بنقول عليه ارست، تمام. ان هو مره واحده صادن كده، ان الشخص ده مات بسبب كاردياك كوز. ما انا قلت ان القلب هو اللي توقف، كاردياك ارست وكاردياك ديس، يبقى المشكله كلها كارديو، القلب هو اللي وقف عن الشغل، وده بيحصل في فتره قصيره، عشان كده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه صادن. وفي خلال ساعه، لو ما تلحقش العيان ده في خلال ساعه من الاعراض اللي بتظهر له دي، هيموت، هيخش في ديس، تمام. ان بيرسون وزون، سواء العيان ده ممكن يكون انسان طبيعي جدا ما عندوش اي حاجه خالص ومره واحده دخل فيه كاردياك ديس، او سواء العيان ده انون يعني، او سواء العيان ده نون عنده اصلا مشكله، عنده كورونري ارتري ديزيز ولا حاجه، عنده فنتركولار فيبريليشن، الحاجات دي كلها ممكن توقف القلب مره واحده وما تخلوهوش يشتغل، ولو ما تلحقش في خلال ساعه يموت، تمام تمام قوي. طيب بيقول لك بيشنت ات ريسك فور سادن كاردياك ديس مي هاف برودروم اوف شست بين، او بيكون عندهم برودروم ايه بقى؟ ما هو هيموت بقى، هيموت، يبقى بيكون عنده حاجات الشوك كده، حاجات الشوك ايه؟ حاجات الشوك بتلاقي فيه شست بين زي انجينا وشوك كده وام اي يعني. المهم ان هو بيكون فيه شست بين، بيكون فيه فاتيج، بيكون فيه هايبوتنشن، وبيرفلكس التاكي كارديا اللي هي بالبيتيشن، وشويه كومبلين كده مالهمش اي سيمتومز. يبقى تاني احنا اتكلمنا عن السادن كاردياك ارست وسادن كاردياك ديس، قلنا ان السادن كاردياك ديس ده اوكي كده موت غير متوقع نتيجه ان القلب وقف كاردياك كوز في وقت قصير في خلال ساعه. قلنا ممكن يكون العيان ده مريض قلب اصلا، وممكن يكون مش مريض، مش مريض ايه؟ مش مريض قلب، بتحصل عادي، بتحصل جدا، ولكن طبعا الاشهر ان هو يكون مريض، وبيبقى ايه؟ بيبقى باعراض زي الام اي كده، او زي الشوك اللي داخل على شوك، بيكون في شست بين وبالبيتيشن وفاتيج، واول ما يلاقي الاعراض دي ظهرت في خلال ساعه بالظبط لازم يتلحق، لا اما هيموت، تمام. طيب
بيقول لك الانكولوجي اللي بيحصل يعني في ترتيب زمني كده الحاجات اللي بتحصل. اول حاجه بيكون في برود روم. يعني ايه برود روم؟ يعني مجموعه حاجات كده بتنبهك بتقول لك احذر في حاجه خطر بتحصل هنا. ايه هي؟ ممكن تكون الاعراض دي ظهر جديد او ممكن تكون كانت عنده بس زادت سوءا. زي ايه اللي احنا لسه قايلينه؟ مش شست بين والبالبيتيشن، مش قادر ياخد نفسه، قلبه واقف، والفتيج. تمام تمام قوي. يبقى ممكن تكون الاعراض دي مره واحده كده وكان طبيعي، مره واحده الاعراض دي ظهرت، او ممكن تكون كانت عنده يعني كان عنده شست بين وزاد سوءا شويه، فنعتبره كانه اول مره ايه اول مره يظهر. طيب ما تلحقش ما تلحقش، بيخش في ايه بقى؟ التاكي كارديا البالبيتيشن دي بتبقى تاكي ارزميا. بيخش في علامات الشوك، الشست بين بيفضل عادي والديزنيا بتفضل عادي والفاتيج بيفضل عادي، كل حاجه فضلت عادي. وبنزود بقى ان هو داخل في هايبو تنشن، يبقى الشست بين والديزنيا والفاتيج فضلوا عادي والبالبيتيشن اتحولت لتاكي ارزميا ودخل عيان في بدايه الشوك اللي هي هايبو تنشن. خلاص هيبدا في كارديك ارست، القلب وقف، فبالتالي ايه؟ صدم كولابس، لوس اوف الافكتيف سيركيوليشن، مفيش دم بينضخ وفقد الوعي. ده كده كارديك ايه؟ كارديك ارست. متلحقش بقى اب تو وان اور، هي ركزت على الساعه دي يعني خلال ساعه في الريسوسيشن، او حتى ان انا احط على مكانك تنفس قصدي صدمات كهربيه او كده، ده كله بيموت العيان، بيحصل له بيولوجيكال ايه؟ بيولوجيكال ديس. يبقى في برود روم الاول، برود روم دي هي نيو او وورسنج كارديو فاسكولار سيبتومز اللي هي شست بين وبالبيتيشن وديزني وفاتيك. لو ما ظهرتش بيخش في ايه؟ بيخش في شست بين وديزني ولايتنس وارزميا. تمام. كاردياك ارست، قال لك صدم كولابس، صدم كولابس لوس اوف الكونشسنس، صدم كولابس او لوس اوف الكونشسنس فقد الوعي وكده. وممكن لو ما تلحقش برضه في خلال ساعه ايه؟ يموت، فيلير اوف الريسوسيشن او فيلير اوف الكتريكال او ميكانيكال. تمام، يموت يعني في خلال ساعه لو ما تلحقش يموت. تمام قوي. طيب جميل ماشي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان سادن كاردياك، سادن كاردياك ارست ده نوت راندوم ايفنت، مش حدث كده بيحصل عشوائيا، لا غالبا العيان ده بيكون مريض بحاجه معينه ومش واخد باله منها وحصل له الحوار ده. تمام، مش بياخد ادويته وهكذا. قال لك معظم الضحايا بيكونوا عندهم هارت ديز بالفعل، او مشكله عموميا اوبيزيتي ايا كان، ومش بيتعالج منها وكده ودخلته في الحوار ده. اوفن وزاود بينج اوير اوف ات، او حتى ممكن يكون عنده مشكله في القلب وهو اصلا اسيبتوماتيك مش ظاهر عليه اعراض وما اكتشفش الا لما دخل في سادن كاردياك ايه؟ صدم كاردياك ارست. يبقى الحوار كله مش عشوائيا، الحوار كله ليه سبب، كل حاجه اتخلقت لسبب، كل حاجه ليها سبب. تمام. طب بيقول لك حوالي 75% من الناس اللي بيموتوا بسبب صدم كاردياك ارست بيكون عندهم مشكله في القلب قبل كده، قلناها. وان 80% غالبا بيكون كورونري ارت ديزيز، وقلنا كورونري ارت ديزيز ده هو عباره عن ايه؟ قلنا ان هو عباره عن ادي الشريان اهو بيوصل القلب سبلاي. فتخيل دلوقتي حصل اسيس كلوزس، حصل فازوكونستريكشن، حصل اي حاجه قفلت لي كورونري ارت ديزيز، القلب مش هيوصل له دم، فبالتالي مش هيشتغل، ادم مش بنأكله مش هيشتغل ويموت ويقف، اللي هي ايه؟ اللي هي سادن كارديك ديس. يعني يبقى هو حوالي 75% بيكون عندهم مرض مزمن، و80% غالبا المرض ده بيكون كورونري ارتري ديزيز، كورونري ارتري ديزيز. ولكن هو مش اشهر سبب، اشهر سبب، اشهر ريسك فاكتور هو الفنتركل فيبريليشن. احنا قلنا ان الفنتركل فيبريليشن ده يعني الفنتركل بقى بيرفرف ما بيضخش اصلا، يقف ويموت ومفيش سبلاي ولا اكسجين ولا اي حاجه واصله للتشو فيموت. قال لك حوالي 92% من اللي بيحصل لهم صدم كاردياك ارست للاسف بيموتوا، يعني 8% بس اللي ممكن يعيشوا، لدرجه ان اكتر من 1000 شخص بيموت في اليوم، بمعدل شخص كل دقيقه ونص بيموتوا بسكته قلبيه مره واحده كده، صدم كاردياك ايه؟ صدم كاردياك ارست، صدم كاردياك ارست. تمام. يبقى قلنا ان الحوار نوت راندوم، الحوار مش عشوائي خالص، وان معظم الضحايا بيكون عندهم مشاكل في القلب اساسا، ومش قلبهم مش بيقف لله وللوطن مره واحده كده، لا ده هم بيكون عندهم مشاكل في القلب، او حتى لو هم اسيبتوماتيك ولكن عندهم مشكله جوه هم ما كانوش يعرفوا عنها. وهي غالبا المشكله دي بتكون كورونري ارت ديزيز، وللاسف اللي بيجي له سكته ده نسبه 92% مش بيفوق، بيموت اساسا بمعدل شخص كل دقيقه ونص بيموت بسبب السادن كاردياك ارست. للدرجه دي امرجنسي، للدرجه دي. طب ريسك فاكتور ليها بقى الجيناتيك والكورونا هارت ديزيز والارزميا والنيوتريشن والسايكو والباي ماركر، هناخدهم دلوقتي بالتفصيل. طب اول حاجه جيناتيك، ما عرضش فيها اي حاجه خالص، قالت ان في جيناتيك اهو، جيناتيك بيست برايمري ارزميا، يعني في ناس يعني مثلا ايه ممكن يكون العيله دي عند 40 سنه بتموت بسبب سكته قلبيه، عادي عادي جدا. تمام. لان هم بيحصل لهم ارزميا معينه بانواع كتيره اهي، فنتركولار تاكي كارديا، فنتركولار فيبريليشن، اللخبطه في الاي
السي جي دي برضو زي الارزميا كده، لخبطه في قلب البرجاده دي يعني. ودول احنا خدناهم اللي هو النوع الهايبر تروفيك ده غالبا ما بيكون انهيرتد وكده الوراثه. وقالت هنا ان الالكترولايتس برضو ما بتبوظ بتعمل ارزميا، والارزميا بتدمر القلب. تمام، ما قريتش الكلام ده كله اصلا. طيب تاني حاجه زي افتكروا على طول، مش احنا قلنا ان الكورونري ارتري ديزيز، قلنا ان الكورونري ارتري ديزيز ممكن تدخل بنسبه 80% لصادن كاردياك ديس. صادن كاردياك ديس ده يعتبر الكورونري ارتري ديزيز، ده يعتبر من ضمن الكورونري هارت ديزيز، من ضمن امراض القلب اللي بيدخلوا في صادن كاردياك ايه ديس. فاحنا هنفتكر كورونري ارتري ديزيز كنا بنذاكره ازاي، كنا بنقول ان الريسك فاكتور بتاعته نون موديفايبل. موديفايبل زي بيدخل التدخين ده اصلا يعمل فازوكونستكشن، نيكوتين والحاجات دي كلها اللي بتترسب في الاوعيه تقفلها، الاوبيزيتي تقفلها، السيدنتري لايف الحاجه لسه اللي ما بيشتغلش وكده هو زي الاوبيز برده بيقفل الاوعيه فيعمل كورونري ارتري ديزيز. الضغط العالي، السكر يترسب في الاوعيه ويقفلها، الرينال ديسفانكشن اي حاجه بتمس الكدني بترفع الضغط والضغط يقفل الاوعيه الدمويه على الاخر ويعمل كورونري ارتري ديزيز، ومنه لصادن كاردياك ديس. طب الحاجات اللي هي نون موديفايبل اللي ما اقدرش اعدلها زي برضو النون موديفايبل في كورونري ارتري ديزيز، العمر، كل ما يزيد العمر كل ما يزيد الاسيسكليروزس، كل ما يبقى راجل كل ما يزيد الاسيسكليروزس. زي ما احنا قلنا ان وضع فين الفيميل في جيناتك فاكتور برضو ما اقدرش اعدلها، وفاميلي هيستوري اوف كورونري هارت ديزيز ان هو اصلا عنده جاله كورونري ارتري ديزيز قبل كده بيبقى عرضه اكتر من غيره للصادن كاردياك ديس، ان عضله القلب تموت مره واحده. طيب النيوتريشنال ريسك فاكتور، هل الاكل ليه دور في توقف عضله القلب؟ قال لك طبعا. هل احنا نساوي ناس بتاكل دهون مشبعه منيله بنيله زي الدهون الغير مشبعه؟ لا طبعا، الدهون المشبعه دي ممكن تكون هي ال LDL، دي وحشه جدا 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 جدا. فهو بيقول لك ان انكريس كونسمشن، كل ما تاكل دهون غير مشبعه، طبعا انا كل ما ازود الدهون الغير مشبعه الحلوه كل ما اقلل الايه الصادن كاردياك ديس. الصادن كاردياك ديس يبقى علاقه ايه؟ علاقه انفرسال، علاقه عكسيه، كل ما نزود الدهون المشبعه كل ما نقلل الايه، كل ما نقلل الصادن كاردياك ديس يبقى هي علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. قال لك انكريس كونسمشن لل ان 3 بولي انساتيوريتد فاتي اسيد از انفرسلي اسوشيشن مع الصادن كاردياك ديس. تمام. طيب بالنسبه للالكحول، في ناس بتشرب هيفي الكحول وفي ناس بتاكل لايت ومودريت ايه الكحول. قلنا ان الالكحول بيقفل الاوعيه الدمويه، الهيفي الكحول هو اكتر من 5 كاس في اليوم ده عرضه كبيره جدا انه يخش في صدن كاردياك ديس. اما اللايت ومودريت اللي هو اقل من نص الواحد كاس في اليوم ده مش غالبا ما بيجيش معاه الصدن كاردياك ريست، وبيبقى ريدوست الريسك ايه، ريدوست الريسك اكتر من الهيفي الكحول. تمام، انه يتطور ويخش في صدن كاردياك ديس معاه. يعني الهاي مغنيسيوم، المغنيسيوم مهم جدا 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 في عضله القلب، مهم جدا في تنظيم الالكترولايتس ونقل الاشاره، وساعات اصلا بيستخدموه كعلاج لكورونري ارتري ديزيز، فهو مهم جدا للقلب. كل ما تاخده اكتر كل ما يكون عندك قليل، وغالبا المغنيسيوم بيكون موجود في الموز غالبا، يعني بيبقى ايه، بيبقى قليل في الصادن كاردياك ديس. يبقى تاني النيوتريشنال بيفرق، كل ما اكل دهون غير مشبعه كل ما اقلل من الكحول، ان كان لو مش هيعرف يبطلها خالص وطبعا لان هي حرام. تمام، فهو يقلل منها من نص الواحد بيقلل الريسك، كل ما ياكل مغنيسيوم كتير كل دول بيزود الصادن بيقلل الصادن كاردياك ديس، لكن طبعا لو عمل عكسه هيزود الصادن كاردياك ديس. طيب السايكولوجيكال عموما يعني الاكتئاب والفقر والتوتر والوحده والاسترس عموما، الاسترس عموما بكل مشتقاته دي بيزود الكورتيزون، الاسترس بيزود الكورتيزون، وما يزود الكورتيزون يعمل هايبرتنشن ودايابيتس والحاجات دي كلها بتقفل الاوعيه الدمويه فتعمل كورونري ارتري ديزيز. وخلاص انتوا فهمتوا بقى، اول ما نخش في كورونري ارتري ديزيز نخش في ايه؟ نخش في صادن كاردياك ديس على طول. يبقى الاسترس بكل انواعه بيزود الكورتيزون، الكورتيزون يقفل الاوعيه الدمويه نخش في كورونري ارتري ديزيز ومنه صادن كاردياك ديس. هو هاف اول بين لينكد تو انكريز الكارديوفاسكولار مورتاليتي في دايفيرس بوبليشن، في التنوع على مستوى العالم يعني وكده. البايو ماركر از ريسك فاكتور، الدكتوره بتقول ان كل ما البايو ماركر دي لقاها زياده كل ما يكون هو داخل في ريسك فاكتور ان عضله القلب تقف. اللي ما الانفلاماتوري ماركرز لو زادت عن حدها تخش تدمر عضله القلب، السيري اكتيف بروتين، الفايبرينوجين برده كانفلاماتوري ماركرز، والانترلوكينات كلها، الالدوستيرون لو زاد يعلي الضغط وايه ويعلي الضغط يدخل في كورونا ارتري ديزيز يقفل القلب مثلا، يعني الرينين برده لو زاد يعمل نفس الحوار، السيستاتين سيدا ده كرياتين لو زاد يبقى في
رينال ديسفانكشن، وقلنا اي حاجه بتمس الرينال تعمل هايبرتنشن وتعلي الضغط وتقفل الدنيا. الفيتامين دي والبارا سيرمون هرمون تقريبا بسكم يعني ان هو بيزود الكالسيوم، والكالسيوم اصلا بيشتغل زي الادرينالين بالظبط ويعمل فواز وكونستريكشن للاوعيه الدمويه. طيب البيتا نيوتيرتيك بيبتايد والحاجات دي كلها لو زادت يبقى انا داخل اصلا في ام اي، والام اي لو ما تلحقش يعني عضله القلب بتموت بتموت، يبقى دس ادم القلب مات يبقى الانسان مات. لو كان ديفيوز وكده يعني ادم القلب مات يبقى الانسان مات. البيتا نيوتيرتيك يبقى كل ما يزيد الانفلاماتوري ماركر زي السي ار بي والفايبرينوج وانترليكينات، الميتابوليك ماركر زي الالدوستيرون يعلي الضغط والرينين يعلي الضغط والسيستاتين سي اللي هو كرياتينين اصلا يدل على الرينال ديس فانكشن، والفيتامين كالسيوم وايه وبارس هرمون وكده. الكالسيوم لما بيزيد اصلا بيعلي الضغط برده، وقوه منه الى ايه ومنه الى كان من ضمن موديفايبل كوز للكورونا ارتريس. البيتا نيوتيرتيك بيبتايد لو عالي يبقى انا داخل فين؟ في ام اي. طب بصوا في السيولوجي بيقول لك ايه، ما قريتهاش بالتفصيل يعني بس نقراها. البوست كومون الكتروفيسيولوجيكال ميكانيزم دي تصابك اكتر حاجه يعني هي الارزمية، اكتر حاجه هي الارزمية، وهي الايه الفنتركيولار فيبريليشن زي ما احنا قلنا، والفنتركيولار تاكي كارديا. الفنتركيولار تاكي كارديا حته كده عماله تنبض بنبض غريب 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 غريب، ومره واحده تستسلم فتوقع فالقلب ماشي وراها، لو استسلمت القلب يموت او يقف. فاكرين زي كان مش عارفه كان اسمها ادم ستوك ولا ايه في الهارت بلوك تايب 3 تمام. طب الفنتركيولار فيبريليشن برضو القلب مش بيضخ اساسا. طب الري انتراي يعني ايه ري انتراي؟ دي يعني مثلا بيروح من الاس اي نود، الكهرباء بتروح من الاس اي نود للاي في نود وهنا وتتوزع، وبعدين ما تروحش للفنتركل خالص، تلف 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 وترجع تاني تمام. مفيش فنتركل خد كهرباء، مفيش فنتركل بيضخ، مفيش اي سبلاي وصل تشو، مفيش اي حاجه خالص. ده موست امبورتنت نون ميكانيزم اوف الفنتركولار تاكي كارديا اند فنتركولار فيبريشن ات تشو ليفل. طيب هو بقى لما بيكون مفيش كهرباء بتوصل للفنتركل، الفنتركل بايه بيتجنن ويشتغل مع نفسه بقى، بيحصل فنتركولار فيبريليشن بقى، الفنتركل بيتجنن ويشتغل مع نفسه بيحصل فنتركولار فيبريليشن. طيب تمام، اتكلمنا هنا وقلنا ان الري انترويديان بت ايه بتأثر بقى ان هي الموست امبورتنت فيكتور كده. قلنا على مستوى الخلايا انكريز الاكسايتيشن او ديكريز الريبولاريزيشن للخليه، يعني اكسايتد كونتراكتد مش عايزه تفك او كده مش عايزه تشتغل، مي ريزلت ان اكتوبك ايه اكتوبك اكتيفيتي. لكن يعني مثلا تخيل القلب دلوقتي مش عايز يشتغل، هتطلع حته كده مش عارفين اصلا ولا فصلها، وتقول لك خلاص انا هشتغل قدام القلب ايه قدام القلب مش عايز يشتغل كونتراكتد وكده ومش عايز يشتغل، واقف انكريز الاكسايتيشن بتاعه تمام واقف كده، لو مفيش ريبولاريزيشن بيحصل هو واقف على ديبولاريزيشن ومش عايز يشتغل خلاص، في حته بقى مجنونه هتطلع، والحته المجنونه دي يعني ايه ممكن تعمل فيبريليشن، ممكن تعمل تاكي كارديا تمام. المهم ان هي مش هتطلع لك ريزم مظبوط، هتعمل اي سامسورت من الارزميا يعني. طيب يبقى احنا قلنا ان اشهر حاجه هي التاكي ارزميا، الالكترو اشهر موست كمان الكتروفيسيولوجيكال ميكانيزم التاكي ارزميا سيرو فنتركولار فيبريليشن وفنتركولار تاكي كارديا تمام. طيب والاكسايتيشن وعدم الريبولاريزيشن، وعلى مستوى الخلايا اللعب في الالكترولايت سواء الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وكده برضو هيساهم في الكونتراكشن والحوارات بداية الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن دي، وهيطلع خليات شغاله بطريقه مش منتظمه فتعمل فنتركولار تاكي كارديا او فنتركولار فيبريليش. حوالي 20-30% من العيانين صدم تس افنت هاف ريدي اريزميا او اسيستول، بيحصل لهم ايه بيحصل لهم برادي اريزميا او بيحصل لهم برادي اريزميا او ايه او اسيستول، بيحصل لهم برادي اريزميا او بيحصل لهم اسيستول اللي هو يعني مش احنا قلنا ان اشهر حاجات اصلا تاكي اريزميا وكده، ولكن ممكن يبقى في نوع اسيستول. اسيستول ده يعني ايه؟ يعني ما بيدخش اصلا، عضله القلب واقفه، عضله القلب في وقفه فعلا ما بيضخش تمام. برادي اريزميا بطيء مش شغال، فبرضو بيوقف القلب. يعني الفكره كلها في ان انا يوصل لي اكسجين للمخ، اكسجين لكل الاورجانز اللي موجوده في الجسم. انت بتقولي دلوقتي ما فيش سيستول، القلب بطيء ما بيضخش اصلا، فما كانه ملوش ايه كانه ملوش لازمه. طيب
سنترز مثلا مش هيوصل اكسجين للمخ، مش هيوصل حاجات، السنترز اللي في المخ هتموت وهي كمان هيموت ويحصل مشاكل. قال لك sometimes an asystole and pulseless، او ما بيضخش، ما فيش سيستول، ما فيش بلس اصلا، ما فيش كارديك او بطء كده. الالكتريكال اكتيفيتي may result from ايه، may result from sustained ventricular tachycardia. لو احنا عندنا ventricular tachycardia و sustained استمرت، هتقلب لventricular fibrillation. fibrillation يعني رفرفة ال ventricles بدون ما يضخ، بدون ما يكون في cardiac output، بدون ما يكون في pulse، بدون ما يكون في ايه، في اي حاجة. تمام. وهي اصلا ما استفادتش في الباث فيسيولوجي كده، بس احنا قرناهم مع بعض. يعني ان اشهر حاجه بتكون تاكي ارزمه، ممكن يحصل برادي ارزمه، او دي 20 30% بس، لكن 80 ل 70% بتكون تاكي ايه، بتكون تاكي ارزمه. والري انترايسا برضو، الاكزايتيشن وعدم الريبولاريزيشن واللعب في الالكترولايتس بيعمل برضو مشاكل، بيعمل مشاكل. طب هنا بقى بيقول لك ان العيان بيكون عنده كورونري هارت ديزيز، اسكيميا بقى، مش عارف، مشاكل في القلب وكده، او بيكون دخل في كورونري هارت فيلير مع كل الريسك فاكتورز بتاعتنا وجيناتك بريسبوزيشن وكده، بيبقى معرض. تمام تمام قوي. طيب لو جاله بقى تريجر، يعني حاجه زودت الحوار زي السمباثيك اكتيفيشن بتعمل فيزيكال سكشن وهايبر تنشن وكده، والاسكيميا مش وصل للقلب سبلاي اصلا، والاسترس بيزود الكورتيزون ويقفل الاوعيه الدمويه والهيموديناميك الاسترس، كل ده بيخلي الشخص المعرض ده انه يخش في بالتريجرز، كل حاجه بيخلي الشخص المعرض ده يخش فعلا في اسمه ده اس سي دي، اللي هو sudden cardiac death. تمام قوي. طيب تاني critical features بيقول لك البيشنت ات ريسك فور سابق كاردياك ديس بي هاف برو دروبس. احلى البرو دروبس اللي هي شست بين وفتيج ودخل في هايبوتنشن في صوره بالبيتيشا وتاكي كارديا وكده، والله سبيسيفيك كوبين قلناه قبل كده. وبيقول لك الهيستوري والاسوسيشن سيبتوم، يعني السيبتومز اللي هتظهر على العيان بتعتمد على السبب بتاع الكورونري، اللي قصدي بتاع سابق كاردياك ديس. يعني لو السبب كورونري ارت ديز هيجي العيان في صوره انجينا وام اي وبعدين سابق كاردياك ايه وبعدين سابق كاردياك ديس. لو السبب مثلا فالف ديزيز هيجي العيان في صوره فالف ديزيز مثلا ولا حاجه، فليكن مثلا ديزيا وكده، وبعدين صديق كاردياك ديس. يبقى الهيستوري والسيبتومز على حسب السبب اللي عامل صديق كاردياك ديس. قال لك اللي لو بس لو انا عندي ليفت فنتركيلر فيلير، اللي هو الليفت فنتركيل ما بيضخش اصلا دم، الاجكشن فراكشن بتاعه اقل من 30 ل 35، ما بيضخش، يعني ما بيضخش، ما بيعملش 30 من 100 الواجب اللي عليه، يعني هو عليه واجب 100 ما بيعملش 30، يعني ما بيضخش 30 من 100 لتر مثلا. ده اشهر بوتنت ريسك فاكتور من السادنس، ان يكون اصلا المشكله كلها الليفت فنتركل ايه امبيرمنت، يعني الليفت فنتركل هو اللي ضعيف. فالسيبتومز اللي هتظهر هنا بقى، السبب ده سبب قوي جدا وسبب وحش قوي، فالسيبتومز اللي هتظهر هي سيبتوم الدس هيموت. تمام. يبقى على حسب السبب، على حسب السيبتوم، على حسب السبب، على حسب السيبتوم. يعني ما تجيليش تقولي لي فالف صغير ضعيف هيعمل سيبتومز، زي ما يكون ليفت فنتركل هو اللي ضعيف. تمام. فهو بيقول لك بقى ان ضعف الليفت فنتركل ده اشهر حاجه، القلب مش هيضخ، مفيش اكسجين هيوصل للمخ، الدنيا كلها هتموت. تمام. هيحصل ديس. طيب نفس السيبتومز، يقول لك ده انا يا دكتور مش قادر اخد نفسي، وعندي وجع في صدري، حاسس بضربات قلبي، دايخ، بيفقد الوعي، كل دي خلي بالك ممكن يكون داخل على موته. طيب في بقى حاجه اسمها ايه، اسمها سومبسون اند ماكولوف. تمام. كارديك ارست سكور انت بتعمله عشان تدي العيان ده وتشوف العيان ده زي الجلسكو كوما سكور، الحاجات دي كلها. قال لك الامرجنس ديبارتمنت سيستوليك بلاد بريشر، لو البلاد بريشر اعلى من 90 يبقى هو كده تمام، ما عندوش هايبوتنشن ولا اي حاجه، ولا داخل على حوار ياخد بوينت. طب لو اقل من 90 لا ما ياخدش البوينت. طيب تو ريسستيشن عشان انقذه، انقذته في اقل من ربع ساعه اخد بوينت، في اعلى من ربع ساعه اب تو 1 اور كده خطر، ياخد صفر بوينت. نيولوجيكال ريسبونس بيرد عليا، عارف هو فين، اورينتد بالتايم والبلس بيرسون، ياخد بوينت، كوما ياخد صفر. فبالتالي هم 3 بوينتس لو خدهم يبقى هو كويس. بيقول لك ان بيشنس اللي عندهم 3 بوينتس خد 3 بوينتس، 3 اوف 3 يعني. تمام. اللي هو خلاص عنده صاحي، خلاص صاحي، اورينتد بالتايم والبليس والبيرسون، انقذته في خلال اقل من ربع ساعه، ضغطه اعلى من 90، دول مالهم بقى؟ قال لك 89% فرصه ان هم يصحوا، و82% اوف سرفايفل تو اي تو ديسشارج، ان هو يخرج اصلا. يعني النسبة كبيرة جدا لو هو عنده 3 سكور هيخرج، هيصحى يفوق معايا، ويكون غيبوبة مثلا بسبب زعل من حاجة معينة او كده، يكون غيبوبة عادية وهيصحى ويفوق ويخرج معايا. ده ايه ده؟ غالبا لو هو عنده 3 بوينتس، لكن لو مصفر طبعا يبقى هو بيموت.
ده بنقول عليه سامبسون اند ميك كولوف كاردياك ارست سكور. طب الانفستيجيشنز اللي اعملها، فاتوقع كاني داخل على حاله، كاني داخل على حاله سادن كاردياك، بس كاني داخل على حاله ام اي بالظبط. ام اي بالظبط، ما هو في نفس برضه الام اي القلب ما بيشتغلش، كان داخل على ام اي بالظبط. كنت بعمل اي سي جي واعمل ايكو، اي سي جي وايكو وكاردياك انزايم وبيتا انتيوبيتيك بيبتايد تمام، وممكن اللي مسبب لي ام اي ده مثلا توكس سكرين وكده. ما هو القلب وقف، ما هو الام اي يعني حته من القلب بتموت، ممكن لو ديفيوز ولا حاجه القلب يقف، القلب كله مات ووقف تمام. ما هي انفكشن يعني موت برضو، زيها زي السادن كاردياك ارست كده. هدور بقى نفس الحوار على الالكترولايتس، لو في لعب فيها هيبوظ الدنيا، ولو في دواء معين هو اللي مبطئ مبوظ القلب كده توكسيستي ولا حاجه، اعمل اي سي جي واعمل ايكو واعمل كورونا انجيوجراف، عشان لو انا السبب عندي اصلا كورونري ارتري ديزيز، الكتروفيزيولوجيكال ساود اشوف كهربه القلب ماشيه ازاي وايه المشكله اللي واقفه قصادها وهكذا. تحاليل كانها ام اي بالظبط. طيب مانجمنت بقى الكاردياك ارست، قالك الريسبونس تو كاردياك ارست از دريفن باي تو ايرجنت برينسيبلز تمام. اول حاجه انت بتحاول تحاول تشغل القلب، ارتفيشال كارديو بالمونر سبورت بالانعاش القلب الرئوي مثلا ولا اي حاجه سي بي ار وكده، وترجع السيركيليشن زي ما هي، ترجع الايه ريتيرن اوف كنترولز السيركيليشن، ترجع السيركيليشن يعني تشغل القلب وتخلي القلب يضخ تاني ويرجع دم الباقي الايه اللي باقي الجسم. طيب هو بيقول لك ايه اسيديتي ويز ويتنس كولابس، يعني يعني مش عارفه ده بقى وليكن مثلا اسيديتي يعني لاعب كوره وليكن مثلا، المهم ان هو حصل له صادن كاردياك ارست كده. طيب انت كدكتور بت ايه شكل ريسبونسيف، بتقول انت كويس انت كويس، لو ما استجبش بنتين شك ان هو داخل على صادن كاردياك ارست. لو انت لوحدك، لو انت لوحدك هتعمل ايه؟ لو انت بتقول انت كويس ما ردش عليك اصلا، هتعمل ايه؟ هتاكتيفيت الامرجنسي امرجنسي سيرفايس اللي هو خدمه طوارئ 911، وبعدين تقطين اي اي دي اوتوميتد الكتريكال ديفايس. المهم ان ده جهاز لو في فنتريكل فيبريليشن ولا اي حاجه بحطه كده، لو في اي حاجه بيشيلها تمام. قالك لو هو ريدلي افيلابل احطه واحاول اتخلص من الفنتريكل فيبريليشن دي مثلا ولا حاجه، وايه واخليه يستخدمها يعني، ممكن اعمله انعاش قلبي ايه رقوي. طب لو انا كذا منقذ، واحد مثلا يعمل انعاش قلبي رقوي، واحد يحط الجهاز ويتصل قصدي على الخدمة، التالت بعد ما التاني بعد ما يتصل على الخدمة او التالت عموما يعمل الايه الجهاز اللي هو بيعمل فنتركل فبريش. يبقى اهم حاجة يبقى لو انا وحيد اعمل ايه، ما اعمل اتصل وبعدين احط الجهاز وبعدين اعمل السي بي ار. السي بي ار لو انا كتير عادي، واحد يعمل ده واحد يعمل ده واحد يعمل ده واحد يعمل ده. خلاص انا دلوقتي عملت الاوتوميتد الكتريكال ديفايس ده وترن اون فور ريزم وشلت الفنتركل فيبريليشن خالص تمام، اند ترن اون فور ريزم اناليسيس اس سون اس بوسيبل ان اني كولابس اند ان ريسبونسيف اي اسيديتي تمام. طب يقول لك ايه اوبن اير واي، بفتح الاير واي وبتشيك الايه وبشيك البريزنج وبشوف يعني مثلا هو بيقول لك ايه ثانيه، يعني بيقول لك شوف الريزم بتاعته، شوف هو ريجولر ولا لا، شوف الفنتركا فيبريليشن اتشالت ولا لا وكده، وبعدين اوبن الاير واي ان تشيك البريزنج شوفه بيتنفس ولا لا، او ونزل ارفع دقنه ارفع دقنه ونزل راسه وكده عشان يعرف يتنفس تمام، وشوف هو بيتنفس كويس ولا لا. لو هو بيتنفس كويس، لو هو ما بيتنفسش كويس نعم اديله خلي المنقذ اللي معاك ينفس ويديله نفس يعني. طيب لو هو لو بصيت لقيت الشست وبدا ياخد نفس وكده اسكر بروفايد تشيك البولس شوف البولس تمام. لو جيف وان بريس او لو ما فيش لو في بولس تمام، لو في بولس بديله نفس وكده وبشوف البولس شغال مع النفس ولا. طب لو ما فيش بولس ببدا اتكى على الايه على الشست بوش هارد بوش فاست 100 بير مينيت بريس الاسترنوم، او بتبدا تتكى على الشست تمام. لو كومبليت تشست ريكول ومش عارفه سايكل 30 30 ضغطه بتكى على اذا بقى بعمل انعاش القلب الرئوي بتكى وبقى 30 ضغطه وبدي نفسين 30 ضغطه وبدي نفسين 30 ضغطه وبدي نفسين. هو اصلا المفروض ضربات القلب تكون 120
120 قصاد ايه؟ قصادها المفروض ضربات القلب تكون كل حد 100 والنفس 20 في الدقيقة، يعني غالبا بنسبة 3 إلى 1، يعني كل ما اعمل كل ما اعمل هو بيقول لك هو 30 كمبوشة، كل ما اعمل 30 ضغطة، 30 ضغطة هنا، 30 ضغطة هنا، 30 ضغطة هنا، يبقى اعمل 10 هنا مثلا، تمام؟ 30 ضغطة واتنين بريز، مش عارفة بقى، حاسة ان انا متلخبطة او تهت في حاجة، في حاجة او انا مش مركزة. المهم 30 ضغطة ونفسين، 30 ضغطة ونفسين، 30 ضغطة ونفسين، جيف سايكل، تمام. كونتينيو انتل الاي دي ديفيبريشن ارايف مينيمايز، يعني انت هتكمل لحد ما يوصلك الجهاز ده وتحطه. ولو هو في شك، مش عارفه كده حصل الحوار ده طول معانا، لو هو في شك ريشيك الريزم كل ايه، كل 5 شوفوا بدا يبقى ريجولار ولا لا، والجهاز ده شال الفيبريليشن واللخبطه في الريزم ولا لا. طب لو هو مش شك ريشيك الريزم كل برضو نفس الحوار، نفس الحوار، تمام نفس الحوار، وبروفايد تيك اوفر اوف فيكتيم ستارت موف، فنحاول تحركه. المهم يعني المهم من كل ده، حاسه ان انا طولت ومش مركزه اصلا، بس مش مشكله. المهم من كل ده ان انت بتشوف اول حاجه بتتصل بالطوارئ، وبتشوف تحط الجهاز اللي بيشيل اللي في التركه في برنيشن ده، ولو معاك كذا مركز كل واحد فيكم يعمل حوار، وتشوف الرزم وتفتح النفس وتشوف البالس، لو ما ينفعش تضغط بسرعه 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 على الاسترنم 30 قصاد النفسين وكده، وتركب الجهاز ده. لو هو مش شك صحي، لو هو شك ايه مينيمايز انتربشن في شيست كومبريشن او تانيك يضغطوا كده يعني، ماشي. وغالبا هي ما استفادتش التفاصيل دي كلها، بس مش مشكلة. هنا بقى لو ايه، لو الاجيكشن فراكشن اصلا لو اعلى من 35 او 40، يعني عموما يعني انا بدي ايه، انا بدي زي حاجات كده، البيتا بلوكر، حاجات معالجة الضغط، يعني بخفف اللود الموجود على القلب والقاسي والقرب، تمام. كارديوفاسكولار ديفيبريليتور، وبحاول اشيل الديفيبريليشن برضو. لو ما ينفعش بركب جهاز كده اسمه اي سي دي، هوريكم صورته دلوقتي. ده عموما انعاش القلب الرئوي اهو، وده جهاز اللي هو بيعمل اللي هو الاي اي دي، اللي هو الاوتوميتد الكتريكال ديفايس، بركبه كده وبيعمل ديفيبريليشن، ماشي. والاي سي دي برضو جهاز كده بينظم ايه ضربات القلب يعني. بس كده الحمد لله، وعذرا على اللخبطه.